أعطينا المثال أربعة، يقول المثال باستعمال التقريب الخطي أوجد قيمة تقريبية للعدد جذر 15.9. باستخدام التقريب الخطي أوجد قيمة تقريبية للعدد جذر 15.9. طبعا في الأمثلة السابقة كنا نأخذ الدالة، اليوم عطوني عدد نعم وبدهم مني قيمة تقريبية لهذا العدد، يعني احسب القيمة العددية، احسب هذا المقدار، أعطي قيمة تقريبية لهذا المقدار، الجذر التربيعي لل 15.9. لو سألتكم سؤال طلابنا، هل يوجد لدينا دالة لكي أطبق عليها علاقة التقريب الخطي؟ هل يوجد دالة؟ نحن نصنع دالة مثل يوجد الإكس. نحن نختار الدالة، أريد دالة تحسب لي الجذر التربيعي لعدد، من هي الدالة التي تحسب لي الجذر التربيعي لعدد؟ من هي؟ ممتاز، جذر الإكس. جذر الإكس، أحسنتم جميعا. أقول لتكون لدي الدالة fx التي تساوي جذر الx، الاشتقاقية، أهم شيء كلمة اشتقاقية، على المجال من الصفر المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية، طبعا معرفة من الصفر المغلقة الزائد لا نهاية، واشتقاقية على المجال من الصفر المفتوح حتى الزائد لا نهاية، ومشتقها فتحة x ماذا يساوي؟ من هو مشتق واحد جذر على الاكس؟ واحد على 2 جذر الاكس. احسنتما، 1/2 جذر الاكس. لاحظ انا اعطاني عدد، اريد جسم الداله التي تعبر لي عن قيم هذا العدد، لذلك اقول الحل لتكن لدينا الداله اف اكس التي تساوي الجذر التربيعي لاكس، اشتقاقيه، اهم شيء اذكر لي كلمه اشتقاقيه، على المجال المفتوح من الصفر للزائد لا نهاية، نعم، ومشتقها، لا تنسوا لي مشتقها، ومشتقها فتحة X ماذا يساوي؟ 1 مثل ما نقلتوني يا أنتو على 2 جذر X. أقول لتكن لدينا الدالة FX التي تساوي جذر التربيع X، الاشتقاقية على المجال المفتوح من الصفر حتى الزائد ما لا نهاية، ومشتقها فتحة X التي تساوي 1/2 جذر X. عندئذ هلق بما أنه صار عندي دالة، عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة في جوار نقطة A هي F الـ A زائد H التي تساوي تقريبا F الـ A زائد فتحة A بـ H. إذن عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة هي F A زائد H، هاي هي أساس الدرس، تساوي تقريبا F الـ A زائد F فتحة A بـ H، أليس كذلك؟ لدينا الـ A زائد H ماذا تساوي هنا؟ الـ A زائد H جذر 15.9، العدد 15.9، لذلك الـ A هو العدد الشهير القريب من 15.9. من هو العدد القريب من 15.9؟ تماما، 15. أريد عدد صحيح قريب من 15.9، من هو سيكون؟ أريد الإجابة 16. العدد هو 16، لذلك نأخذ A النقطة الشهيرة 16 وليست 15، نأخذ A 16، نأخذ A 16، والأش قديش طلاب؟ لاحظوا أنا قلت A زائد H 15.9، عوضوا لي هون 16 بدال الـ A، H هي العدد اللي بدي يوصل الـ A بالـ A زائد H، قديش لازم يكون؟ تماما، ناقص واحد بالعشرة. هالكلام هذا خلوني هلق عوضوا في عبارة التقريب الخطي، الـ A راح تكون 16 والـ H ناقص 1 بالعشرة، آخر شيء أنا F الـ A زائد H بها تكون F الـ 15.9 اللي هي الجذر التربيعي للـ 15.9. بالتعويض انظروا جميعا، F الـ 16 زائد الناقص 1 بالعشرة يعني F الـ 15.9 يساوي تقريبا F الـ 16
زائد اف فتحة عند ال 16 بناقص 1 في العشرة. نعم عوضت الاي ب 16 والاش بناقص 1 بالعشرة. 16 ناقص 1 بالعشرة هي 15.9، معناته اف ال 15.9 يساوي تقريبا اف ال 16 اف اكس هي جذر الاكس يعني جذر ال 16. اف فتحة عند ال 16 اف فتحة اكس كانت 1 على 2 جذر الاكس، يعني 1 على 2 جذر ال 16 بناقص 1 بالعشرة. جذر 16 ماذا تساوي طلاب؟ الجذر التربيعي ل 16 4. ممتاز. وهون بالسطر الثالث المساواة التقريبية ما بننساها، جذر 16 هي 4 لاحظ زائد الناقص 1 بالعشرة على 8. بحرك الفاصلة من هون نحو اليمين وعلى المقام بحط صفر، بتصير 1 على 80 والسالب بالموجب سالب، يعني والتي تساوي 4 ناقص 1 على 80. حطيت مساواة عادية أنا هون، عم بحسب عمليات حسابية. اف ال 15.9 تساوي تقريبا بواحد المقامات هون بضرب الأربع مقامها واحد بضربها ب 80، 4 ضرب 80 320، 320 ناقص 1 319 على 80. اف ال 15.9 يساوي تقريبا 319 على 80، يعني الجذر التربيعي لل 15.9 يساوي تقريبا 319 على 80. واضح طلاب؟ انا اعطاني عدد، اصطنعت او اوجدت الدالة اللي بتعطيني قيم هذا النوع من الاعداد. الدالة التي تعطيني جذور تربيعية هي اف اكس تساوي الجذر التربيعي لاكس. لو طلب مني جذر تكعيبه بدي افرض الدالة جذر الثالث للاكس. لو طلب مني عدد للتربيع بدي افرض اكس مربع. لو طلب مني ساين داء ساين زاوي بدي افرض ساين اكس الى غير ذلك. بشتقة وبقول انها اشتقاقية واعوض عبارة التقريب الخطي، او اضع عبارة التقريب الخطي ثم اعوض في عبارة التقريب الخطي المعطيات. الـ A زائد H هي النقطة المعطاة، A ستكون النقطة الشهيرة القريبة جدا من تلك النقطة المعطاة، و H هو المقدار الصغير الذي يصل النقطة المعطاة النقطة الشهيرة بالنقطة المعطاة. واضح؟ استاذ بس بالأول واضح. ليش ما أخذنا جذر الـ 15.9؟ ليش أخذنا بس 15.9؟ تمام، أنا ما بدي جذر الـ 15.9 أحسبه على الآلة حاسبي. أنا في هالوضعي هاي ما بقدر أحسبه لحالي. نعم؟ لنفرض أن أنا لا عندي لا كمبيوتر ولا آلي حاسبي. كيف أنا بدي أحسب جذر 15.9؟ بدي أخذ قيمة تقريبية له. كيف؟ رح وظف الاشتقاق، رح أفرض الدالة جذر إكس وأعطي القيمة التقريبية له. أنا ما بحسبه على الكمبيوتر أو على آلي حاسبي. نعم؟ أنا عم بطبق عبارة التقريب الخطي لإعطاء قيمة تقريبية. فرضت الدالة جذر إكس وعوضت، أعطيت عبارة تقريب الخطي وعوضت. أنا ما بحسبه، عبوجد قيمته التقريبية أقرب عدد له. نعم؟ أنا ما بحسب جذر 15.9، بعطي أقرب قيمة لهذا المقدار. هل توضحت الفكرة؟ أستاذ يعني إذا كان في عنا جذر بناخد اللي تحت الجذر، ما بناخد الجذر كامل لأعطى أنا فرض الدالة خليك معي اسمها Fx تساوي جذر X. نعم؟ أنا بدي F الـ 15.9. أنت معي؟ يعني بدي جذر بدي الجذر التربيعي للـ 15.9. نعم، معناته الـ A زائد H هي 15.9. الـ A زائد H هي 15.9 مو جذر الـ 15.9. الـ A هي متحول هي X، بينما الجذر هنا Fx. أريد تمام أستاذ وضحت. تمام ننتقل إلى المثال الخامس. يقول المثال الخامس، طلاب انتبهوا لي على هذا النوع من الأسئلة، هاي كلها أسئلة امتحان. يقول المثال قال باستعمال أو استخدام التقريب الخطي أوجد قيمة تقريبية لساين 46 دقري. استخدام التقريب الخطي أوجد قيمة تقريبية لعدد ساين 46 درجة. أنا أعطاني عدد ساين 46 درجة. نعم، أريد قيمة تقريبية له.
أنا ما عندي دالة. ما هي الدالة اللي لازم أفرضها؟ بس X تساوي ساين الإكس. أحسنتم. أنا اللي بتحسب جميعاً الدالة اللي بتحسب لي جيب زاوية هي اف اكس تساوي ساين اكس، دالة الساين شخصياً. لتكن لدينا الدالة اف اكس تساوي ساين اكس اشتقاقي على كل ار ومشتقها اف فتحة اكس. من هو مشتق الساين؟ كوساين اكس. كوساين اكس. كوساين. أحسنتم. إذن أقول لتكن لدينا الدالة fx التي تساوي، لاحظ إلى الحل، لتكن لدينا الدالة fx التي تساوي sin x اشتقاقي على كل r ومشتقها f فتحة x يساوي cosin x. أهم شيء يقول لي كلمة اشتقاقي، فرط الدالة، كتب اشتقاقي واشتق لي إياها. عندئذ عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة في جوار نقطة a هي f ال a زائد h التي تساوي تقريبا F A زائد F فتحة A بأش. إذن عبارة تقريبا خطي لهذه الدالة في جوار نقطة A هي F A زائد H التي تساوي تقريبا، انظر إلى المساواة التقريبية، انتبهوا لي على المساواة التقريبية، F A زائد H يساوي تقريبا F A زائد F فتحة A بأش. طبعا طلاب النقطة المعطاة هي قديش؟ 46 درجة. نعم في الواقع طلابنا الدرجات أنا عندما أقول 46 درجة في الحقيقة هذا ليس عدد، الدرجات لا تعبر عن عدد، أنا عم بتعامل مع توابع، مع دوال عددية، يعني المتغير الموجود جوات الدالة هو عدد. عنوان كتابي الدوال العددي. أنا عندما أقول ساين 46، 46 ديجري، هاي ديجري درجة ليست عدد. أريد الزاوية بالقياس العددي، لا أستعمل القياس بالدرجات. ما هو العدد المقابل لـ 46 درجة؟ نعم على 4 راديان. ممتاز. أنا على 4 أو اعلم أن الـ 46 درجة هذا ليس عدد، لذلك بدي قيمة، معلش خلوها تكون مي عددية، قريبة من 46 درجة، تكون شهيرة، زاوية شهيرة قريبة من 45 درجة، لكن للأسف هاي ليست عدد. ما هو القياس العددي لل 45 درجة؟ ما هو القياس بالراديان؟ يعني 4 1 سنتم. ما هو القياس بالراديان المقابل لل 45 درجة؟ هو بي على 4. تمام، قياس بالراديان المقابل 45 درجة. أنا عندي اللي بدي أعوض جوات الصاين، بدي أعوض البي على 4، ما لي معوض ال 45. 45 درجة هذا ليس عدد، ما عاد اسمها دالة عددية. والاتش إذا أخذت أنا النقطة الشهيرة 45، ما نحن بصراحة عندنا الـ A زائد 46، الـ H لازم تكون قديش؟ الـ H هو واحد دقري، مو واحد عدد، إيه دقيق، واحد درجة. ما هو القياس بالراديان؟ يعني أعيدوا قديش؟ بي على 180. هو بي على 180 عدد، بي على 180. الدرجات العدد بيقابل ال 45 ديجري هي بي على 4، والعدد بيقابل 1 ديجري هو بي على 180. لذلك طلاب انظروا جميعا، ناخذ اي هي 45 درجة والتي تساوي بي على 4، هذا عدد. ناخذ الاتش 1 درجة والتي تساوي بي على 180. هلا خلوني اعوض في عبارة التقريب الخطي، اف الاي زائد اش يساوي تقريبا اف الاي زائد اف فتحة اي باتش. نعم الاي اتفقنا بي على 4 والاتش بي على 180، يعني 45 زائد 1 46 ديجري. اف البي على 4 زائد بي على 180 يساوي تقريبا اف البي على 4.
زائد فتحة عند البي على 4 في بي على 180. نعم هاي الشيء. إذا اف البي على 4 زائد بي على 180 بعوض يساوي تقريبا اف البي على 4 زائد فتحة عند البي على 4 بي على 180، والتي تساوي مساواة تقريبية اف البي على 4. ما بنسى انه اف الاكس كانت ساين اكس مو هيك، وفتحة اكس وفتحة اكس هي كوساين اكس، مشان عوض فيهم. اف البي على 4 ساين البي على 4، الفتحة عند البي على 4 كوساين بي على 4، الاتش بي على 180. نعم ساين البي على 4 كم تساوي طلاب؟ ساين ال 45 واحد على الجذر. استاذ بالسؤال يا استاذ، بس اجل سؤالك معلش. اذا والتي تساوي تقريبا ساين البي على 4 واحد، طبعا تساوي 1 على جذر 2 زائد كوساين البي على 4 1 على جذر 2 بي على 180. معليش انا عم بتعامل مع اعداد كلها صماء، بخرج الواحد على جذر 2 عامل مشترك، بفتح قوس بصفي عندي 1 زائد بي على 180. انا عندي اللي قلت اف البي على 4 زائد بي على 180، يعني هاي ساين ال 46 ديجري. ساين ال 46 ديجري تساوي 1 على جذر 2، طبعا مساواة تقريبية، مساواة تقريبية ب 1 زائد بي على 180.